الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها من نور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم أنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا فهم سليمان فهمنا. أما بعد، لقد وقفنا جميعا مع محطات ومنازل في السير إلى الله عز وجل، واعذروني أن أوقف هذه السلسلة لأتكلم عن موضوع يفرض نفسه بعد أن شاهدنا واستمعنا، وخاصة في المواقع الاجتماعية، عن بعض الشباب المنحرف هداه الله والذي يتجرأ على معصية الله عز وجل ويكشف ستر الله تبارك وتعالى عليه. أريد بعون الله تبارك وتعالى وقوته أن أتكلم عن تربية الأبناء باختصار شديد، وسأعود إلى هذا الموضوع مع مزيد من البيان والتفصيل بعون الله عز وجل. ونظام البلوة والنبوة ليس بعيدا عن السير الى الله، هو مجال اخر نتعرف فيه عن رحمة الله تبارك وتعالى وعن منهجه. اعظم شيء واهم شيء عند الانسان، وسأغلب ان شاء الله تبارك وتعالى اللغة العامية حتى لعند الوليدات في حياته وفي سلوكه بل في الوجود هو السعادة ديال الابن ديالو. ومن تنقل الابن راه تنقصد الذكر والانثى. أعظم شيء ولده يكون سعيد ويكون بخير وعلى خير وصحة ديالو مزيانة، ولو كان هذا الإنسان ما يتزوجه الابن ما بحتاجش ليه، ولكن الراحة ديالو الفرح ديالو أسمى ما تتمنى أن الولد ديالو يكون بخير سعيد في الدنيا. هذا أمر تهتم به الإنسان في الحياة، بل الوالدين أب والأم ما كانش شي حاجة أغلى ولا أسمى ولا أجل من أبناء ديالو، فلهذا يبذلان النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل أبنائهما. الأم تجوع باش يشبع الابن، تخاف ليطمئن الابن، والأب تتعب ويعمل ليلا ونهارا من أجل أبنائه، يفرط في ثيابه في أحواله في شؤونه من أجل وليداته. أليس كذلك؟ هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلبي الوالدين، فما بالنا بالرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة، فبما رحمة من الله، الله عز وجل خلق الإنسان ليرحمه، هذه الغاية العظمى نفس عبد الله سبحانه وتعالى. فلهذا هذا الشعور وهذا العمل وهذا السلوك راه هذه الرحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب ديال العباد ديالو ومنهم الوالدين. ولهذا الحقيقة المرة هي أفضل بكثير من الوهم أو الوهم المريح. أعظم شيء ممكن الإنسان يقوم به في هذا الوجود
أنه يربي المدجل التربية الحسنة، أكبر مشروع وأحسن ما تعمل في حياتك أنك تسعى باش تربي الوليدة ديالك ذكرانا وإناثا التربية الحسنة. كنت مدير، مسؤول، وزير، طبيب، مهندس، كيف ما بغيتي تكون، بالاهتمام نفسي في الحياة الدنيا، عندك الجاه، عندك المنصب، عندك المال، عندك الثروة، الأبناء ديالك ما كانوا شيء مزيان لن تعيش سعيدا في الدنيا ولن تحقق شيئا إذا كان الوالد ديالك ما صدق من شيء. هذا واحد الرجل بلغ ما بلغ في المراتب ديال الدنيا، مسؤول كبير على عدد ديال الناس ويسير في مراجع المؤسسة التربوية وجا عندهم ومعاه الابن ديالو وقال له أنا ولو لا أساوي شيئا. قالوا كيف؟ أنت الآن أكبر مسؤولية تسير الناس وتدخل في علو وكذا وناجح في العمل ديالك وتدخل هالكلام. قال له عاجزت عن تربيتي، ما تقدر شيء نربيه. إذا أعظم شيء تهتم به هو تربية الأبناء، حيث هذا الأمر ما عندكش فيه اختيار. الوالدين بالمحبة وبالرحمة اللي جعلها الله تعالى في القلوب ديالهم، مي تيولدوا الوليد ما يبغيوش يتمس ولو بالحرارة ترتفع، الأذى القريب ما يبغيوش الوليد ديالهم، مجرد ترتفع الحرارة يجري به الطويل، وإذا ليه تلقي حاجة في الأمراض خايف عليه، طبيعي هذا. ولكن للأسف أن الكثير منا تفرط في تربيته، تهيئه من ناحية العلمية ومن ناحية الجسد، يأكلوا ويشربوا ويعلموا، أما يربيه يعلموا حب الله، حب النبي عليه الصلاة والسلام، الخصال الحسنة، كيف يتعامل مع نفسه، كيف يتعامل مع الناس، كيفاش يعطي يعني في المجتمع، كيفاش يكون عنده دور، تهيئ هذه الأمور. بل هو معرض لشهوات الفتن اللي في المجتمع، وخاصة مع ظهور عالم ديال النت وعالم ديال الفضائيات. كما تبدل له تلقيحات ضد الأمراض، لأن شنو هو التلقيح؟ هو واحد المرض نيت تدخلوا ليه باش يجي المرض الحقيقي تكون جهاز مناعة خدامة. فإذا أنت تزرع فيه الإيمان والأخلاق الفاضلة باش إذا خرجت للشارع تكون محصن بإذن الله عز وجل. هذا الأمر ما عندك شيء فيه اختيار، نبغي ولا ما نبغي شيء، كما أمرك الله عز وجل بالصلاة والصيام والزكاة والحج وباقي المأمورات، راه الله سبحانه وتعالى أمرك بتربية الأبناء وكذلك الأم على حسب الاستطاعة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى، تقول لك جنب نفسك انت بعدا اولا، وحول بينك وبين النار، وكذلك الاهل ديالك، الزوجه ديالك والوليدات ديالك من عذاب الله، واحد جهنم لي صعيبه وصعيبه. هذا خبر ديال الله سبحانه وتعالى، الناس غيتموا فيها ويكونوا هم الوقود ديال جهنم، لا رحمه لا شفقه على ذلك. عليها واحد الملائكه غلاظ يعني أقوياء أشداء، ما ترحموش، يفعلون ما يأمرهم الله عز وجل، ما تعصوش أوامر ديالو. فلهذا الأمر جد ماشي هزل، احنا عندنا شيء في الاختيار مسؤول عليه. تقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، غير حسب سيدي ربي. فلهذا ما يمكن شيء تعيش سعيد إلا ما تصلحوا الأبناء ديالك، إلا ما تصلحوا شيء ستعيش في ضنك، الله تعالى ما كان في شيء بالنتيجة، الأمر بيد الله، والقلوب بيد الله، والعباد كله بيد الله سبحانه وتعالى. أنت كلفك الله بالعمل، تقوم بالمهمة اللي كلفك الله بها، أنت أب، خصك تربي وتوجه، يعني وتعاتب ما استطعت، وبالتي هي أحسن. إذا قمت بهذا العمل الله تعالى ما يوافقك شيء، ولكن لما قمت شيء بالعمل سيؤاخذك سبحانه وتعالى. ولهذا المناهج في هذا الباب كثيرة ومتنوعة. واحد الرجل
البرمي ديالو تربية حسنة وبغى يخرج طبيب، واختيار ديال الآباء في هذا الشيء موضوع طويل، هذا يخرجنا على المكسوف. داني واحد المنهج واحد الوسيلة، قال لي غتمشي واحد الخطاط تيكتب وتيرسم يعني في النار في الخط، وكتب الاسم ديالك وكتب بجانبها دكتور. فجاب هذه اللوحة ودارها في البيت عنده، يصبح على دكتور ويمسي على دكتور ويخرج وهو يرى الاسم ديالو بجانب الدكتور ويدخل على دكتور حتى دخل ليه في اللاشور، مع أخذ من الأسباب، الأخذ من الأسباب من الاجتهاد والمثابرة، فأصبح دكتورا. واحد الرجل عالم من العلماء قال واحد أمي وتبارك الله عن فقه، قال لي أنت أقل ما تكون دكتور. فقال له من بعد ذلك العمر ديالي كله تنسعى باش تحققها بالاجتهاد، ولكن ما وحده قد تغير من حياة الإنسان، إذا ما عليك إلا أن تقوم بالواجب. طبيعة الحال أنا نتكلم عن زمان مضى، دفنا ذاك الزمان وصلينا عليه صلاة الجنازة، عندما كان يربي الأب بمجرد إشارة من عينيه، إشارة من عينيه تخفي، الإبن تدرك الرسالة، بل الإبن ماشي تحترم من الأب، تحترم الكبير كيف ما كان باه أو غير باه، مشى ذاك الزمان. إذن المناهج قد تتغير، الأصل ثابت الكتاب والسنة، المعالم ديالنا التربية تتأخذها من شريعة الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وعرف شنو يصلح ليه، لكن المناهج والوسائل تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لا بد أن الإنسان ينتبه للأمور تطورات. فمن الامور اللي يقدر يقوم بها الانسان في التربيه ديال الابناء على كل حال كما قلت غادي نلمس الموضوع والا يحتاج الى تفصيل. اولا البيان او عفوا الاحسان، اول شيء الاحسان بحسن الخلق في تربيه الاب لابنه، اول شيء تقوم به الاحسان ما استطعت ماديا كان او معنويا، لان بالاحسان الى الابناء اش غادي دير؟ ستدخل الى قلوبهم، غادي تملك القلوب وغادي يحبوك، لانك ماشي صافي راح تتباه وراه تقدروك، لا خاص تنزع وتملك المحبه بالقلوب ديالك، ماشي بالاحسان بحسن الخلق، هذا اول شيء. لهذا تقولوا الاحسان قبل البيان، وتقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الترمذي لئن يؤدب الرجل ولده خير له من ان يتصدق بصاع. شتي في بعض الاحيان تربية الابناء تكون خير من بعض النوافل اللي تقوم بها، النوافل ديال الخير انك انت تربي الولد التربيه الحسنه. وفي ابن ماجه في الحديث احسنوا الى اولادكم، او قال اكرموا اولادكم واحسنوا ادبكم، لا بد انك تكرموا اولا بالخلق بحسن الخلق، وما استطعت الى ذلك سبيلا يعني من المسائل الماديه غادي تملك القلب ديالك يعني. بطبيعه الحال هذا راه على حسب يعني السن ديال الطفل، هذا الشيء فيه تفصيل. الامر الثاني البيان، ذاك الزمان القديم كان الابن الى قلت له كذاب لا يسمع، الى قال له المعلم او يعني الاستاذ مساله كذا وكذا تيسمع، الان الابن تبغي تتحاور معاه تبغي تقنعه، اذا الاحسان تدخل به القلب والبيان تدخل به العقل ديال الولد ديالك، قنعو تحاور معاه صاحبو، ما تعطيش اوامر بحال ديال الشركه، لا غادي عندك وحتى الا سمعك غيسمعك واحد السمع مؤقت وفي الخيال ديالك غيدير اللي بغا، لكن اذا قنعتيه والامر الان تتبنى على الحوار والنقاش لان الولاد ديالنا تبارك الله تيقراو وكاين واحد الهجوم ديال المعلومات في جميع المستويات، فلهذا انت خصك تكون على بالك وتحاول انك تقنعوا بالبيان وبالتي هي احسن. الامر الاخر شنو غادي دير؟ لا بد انك تدير المحاسبه وفي بعض الاحيان المعاتبه او المعاقبه، ولكن كما قلنا بالتي هي احسن. وكاين وسائل كثيره، بعض الناس يضربوا بدون سبب، غير الضرب فقط تضرب ان هذا من التربيه، من اطاعك بعصاك فقد عصاك، تيقولوا إلا طاع الابن ديالك العصا راه عصاك، لان غنضربو من بعد غيدير شي يبغى، ما غاديش شي توفر لي وما غاديش شي تربي. اذا العتاب
تيكون بعد التعليم تتكون علمتي علموا أولادكم وأحسنوا إليه، تعلموا تبين ليه توجهوا ترشدوا بعد ذلك عباش يجي العقاب والعتاب، وربما تمنعوا من خرجات الدين لها، وربما تتعطيه شي حاجة تمنعوا منها لأن تتعاقبوا وهذا يكون أشد من الضرب، ومع ذلك تتبين ليه مش عيطة تعاقبوا فقط أو تمنعوا بعض الأمور اللي تيدير هكذا بلا ما تبين، تظن الابن أنك لا تنتقم منه وما تتبغيش، أنا تقول ليه درتي كذا وكذا فلهذا أنا غادي نعاقبك وغادي نعاقبك بكذا وكذا، والأمر كله راه ترجع للإيمان، كون ما كان الإنسان مؤمن وحقق وطبق شرع الله سبحانه وتعالى راه الله تعالى تيكون معاه، وكل ما تأثر مناهج غريبة عن شريعة الله كل ما غادي يشقى في الحياة الدنيا، البعض يعتقد أن الإيمان يقيد من حركاته، يقول لك الإيمان أي حاجة تدخل فيها الدين، الإيمان راه ما تقيدش، إذا قلت يقيد من حركاتك أولى أن تقول يقيد من حركات الناس من أجلك، وتصوروا معي الإنسان مثلا تبغي يبيع ويشري، يلقى واحد الإنسان مؤمن تيخاف الله مؤمن تحضر الإيمان تيرتاح تيقول له خذ هذه البدعة ياخذها، ما تخشى البدعة ما ياخذها شيء، الزوج ملي تلقى المؤمنة الزوجة الصالحة تيرتاح يمشي فيما بغى يمشي مطمئن امرأة مؤمنة، الزوجة إلا لقات الزوج مؤمن تتخاف شيء تتكون مطمئنة على الحقوق ديالها وعلى الأمور ديالها، إذا الإيمان يحقق السعادة لك قبل كل شيء، هذه القيود اللي سميتها قيود راه من أجلك كي تعيش سعيدا في الدنيا والآخرة، سيدي ربي تيقول لك راه إلا كنتي مؤمن واستقمتي على الإيمان والأسرة ذلك على الإيمان الله تبارك وتعالى تجمعكم في الجنة التي فيها ما لا امرأة ولا أذن سمعت ولا على ولا خطر على قلب بشر، أقول الذي تسمعون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته وتوعد العصاة بنعمته وزوال نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله السيد المطاع على عباده حجة بلا نزاع، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من الوسائل التي ذكرها أهل العلم باستقراء النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية التطبيقية في تربية أبنائنا، أولا التربية بالقدوة، إذا بغيت تربي الولاد ديالك التربية الحسنة راه هذا الأمر ما تتعلقش بشي حاجة نظرية، صحيح أنك تتوجه الله سبحانه وتعالى بالدعاء هذا أمر عظيم وكبير وكبير بزاف تحقق فيه الله تعالى الرجاء، بل يحقق كثير من الأمور اللي أنت ما تديرش فيها حتى شي مجهود تيجي الله تعالى تيسير غير الدعاء. نتكلم باختصار في الخطبة الثانية عن الوسائل العملية باش يصلحوا الولاد ديالك، أول وسيلة من هذه الوسائل التربية بالقدوة، شنو هي التربية بالقدوة؟ بمعنى أنت تكون مزيان ما استطعت، أنت ماشي ملاك ولكن راه تيشوفوا فيك كل شيء، الإبن والوليدات تيعتقدوا في الآباء ديالهم وفي المعلم ديالهم فخصهم يكونوا قدوة، تبان لهم الكمال والصلاح في الأب وفي المعلم وفي الأم كذلك، ممكن شيء الإبن ديالك يكون صادق إذا لم تكن صادقا، ممكن شيء ممكن شيء يكون أمينا إذا لم تكن أمينا، ممكن شيء يكون صالح حتى تكون صالح، اللهم إلى خرجنا عن القاعدة وهذا يقع، لكن الصلاح يأتي أترفهم وهم تتربوا بالمشاهدة قبل يتربوا بالاستماع، قبل ما يسمعوا الأوامر والإرشادات والتوجيهات تيشوفوا الفعل ديالك، موقف تيشوفوا فيك أنك كذبتي هذا تلغي آلاف المحاضرات وتلغي، موقف شافوك فيه خنتي فيه الأمانة تلغي آلاف ديال النصائح، ممكن شاي تعلموا السر تيدق شي واحد تقول ليه سير قول ليه ما كاينش عمر ما يتعلم السر،
ممكن شيء تعلم امانه وما تشوفك تتغش تتكذب وتتنافق تفقههم دروس سيئه. اذا باش تربي الابناء ديالك هذه مسؤوليه امام الله، تتربيهم بحسن الخلق. واحد السيد جابوا الوليدات ديالو لامريكا، الجاليه معروفه الوليدات ديالو البعض فيهم على كل حال كلشي مشطول، جاو عند الجده ديالهم شغلوهم شوشو عليهم، واحد الولد ديالهم بدا تيموت، قالت ليه الجده الا سكتي في العشيه غادي نديك المكان فلان فلاني ونشري لك كذا وكذا. الولد سكت صافي يعني جراتو سكت، وصلت العشيه ما داتو شيء، جا عندها قال لها جده، قالت ليه نعم، قال لها انت كذابه. علاش؟ لانه ما فات شيء بالعهد. لاحظوا دابا الابناء ديالنا، تقول ليه يقول لك شري لي كذا او جيب لي كذا، تقول لي ان شاء الله، يقول لك لا ما تقولش لي ان شاء الله، جيب هدية دابا. علاش؟ لانه اعتاد انت تقول ان شاء الله راه ما غاتشريهاش لي. اذا ما تعلموش يكذبوا. في حديث سيدنا عبد الله بن عامر في المناجة شي مرة دخل وقالت له الام ديالو اش نعطيك وهمته هكا، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام واش عطيتي غتعطي شي حاجة؟ قالت له نعم يا رسول الله نعطي شي ثمرات. قال لها كم اعطيتي شيء تكتب عليك او تكتب عليك كذبة، وفي بعض الروايات كذيبة، كم اعطيتي شيء تكتب عليك القط، لا عيتي قلتي هاجي نعطيك ما عطيتي شيء تكتب عليك كذوب. الاسلام ما فيه شيء انفصال ما بين العقيدة ديالك والسلوك والمعاملة، هاد شي تعتقد تيبان في السلوك ماشي شي حاجة نظرية. إذا التربية القدوة مهمة مهمة جدا. وشوف إذا عرفتي راسك راك موفق في التربية تدخل البيت ديالك الوليدات يفرحوا يرقصون فرحا وطربا لوجودك، محتاجين لك الحنان ديالك يعني باش تكون معاهم وتعمهم الرحمة والمودة. إلا حسيتي هذا الشيء راك أنت فارق في التربية، إلا حسيتي بأن الأهل ديالك تفرحوا مجرد تخرج فأنت ماشي من الناجحين في التربية. قيل لي مجرد يخرج الاهل يتنفسون الصعاب، متعب قاسي فيما يدخل تشويش وقلق واضطراب وصداع وهوت. اذا قلنا مساله اخرى باختصار من الوسائل العمليه التطبيقيه في تربيه ابنائنا العاده التي تسمى في شرعنا بالفطره، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله سبحانه وتعالى خلقنا على الفطره الاسلام كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطره. اذا الانسان ملي تنحرف راح تخرج على الفطره ديالو، ومن تستقر راح ترجع للاصل ديالو. الله تعالى خلق الانسان على الاصل، فاذا الانحراف هو ظاهره مرضيه، انت تتحاول ترجع للاصل. لكن العادات اللي عندنا دائما تقاس بالشرع، العادات السلوك ديالنا الفرح ديالنا الاحزان ديالنا في تربيه الابناء ديالنا تنقيسها بالشرع، ما نتبعو فيها لا زيد ولا عمر. كاين بعض الناس للاسف ربما نشأوا في واحد بيئه غير مسلمه في اوروبا وغيرها، فتنقل المناهج الى ابنائه، واللغه منها اللغه خاصه اللغه، راه ملي تتعلم الوليدات ديالك يتكلموا غير العربيه راح تتنقلهم من جلو عام الأمراض. ماشي الإسلام ضد اللغة وتعلموا اللغة، مزيان تعلموا اللغات كيف ما كانت ماشي كله مزيان، لكن حصنوا أولا وعلموا تعليم يعني محبة الله محبة النبي عليه الصلاة والسلام توكل على الله محبة المؤمنين، علموا كيفاش يكون واحد الإنسان مؤمن. كذلك من الوسائل العملية النصيحة، ما تغفلش عليها، وسمي الاسماء باسمائها، ولكن دائما راه كاين مستويات، دري صغير ماشي كبير ماشي شاب ماشي طفل ماشي غلام، كل على حسب عقله، ماشي كلشي غتقولوا ليه تفنوا، لا على حسب المستوى ديالو، ولكن ركزوا على الاسماء، لان اعداء الله اول ما تحاربونا تحاربونا في المصطلحات، المصطلحات اللي جا بها الشرع الحنيف، مثلا الزنا ما تسميوش بهذا الاسم، اسميوه حريه، الربا فائدة وهكذا، لأن الاسم عنده دلالات عنده أبعاد عنده تأثير. الإنسان اللي تيسمي الحرام القلب ديالو تيقشعر، واخا يديرو واخا تيدير الحرام بسبب الغفلة أو البعد عن الله، ولكن راه ما يقدرش يتقبلو، ولكن ملي تيزيد الشيطان يجيب لي واحد السمية زوينة تيقبلو. ف
فلهذا نقول له ولدي هذه حرام، الله ما تبغيها شيء، هذه سنة وحصص ما تبغيها شيء، هذه تحبها الله، هذه تبغيها الله. وطبيعة الحال راه كاين وسائل، ماشي انت غتبقى عليه حرام حرام، لا، غتبين له فضل الإسلام والعظمة ديال الإسلام. وشوفوا القرآن استعملنا بعض الوسائل. يا أبت، في قضية ديال لقمان وكذلك في قصة سيدنا يوسف، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، يا بني وليدي، هذه وليدي فيها الشفقة وفيها الرحمة. إذا من تقول لي وليدي حبيبي وهكذا هشرتي تأثر فيه. الأمر الأخير قيل أطلع عليكم المتابعة، نتابعوا الولاد ديالنا بلا ما يشعروا أنهم في شركة، تتابعوا المدير تحاسبهم على الصغيرة والكبيرة، لا، إذا شعرتي بهذا أنت فاشل في التربية. المحاسبة والمراقبة والمتابعة بلطف، يحس بأنك راك أنت معاه ودير عينك معاه بلا ما يحس بذاك الرقابة الشديدة. الولد مثلا جاي من المدرسة، أنت خصك على كل حال يكون عندك تواصل مع المؤسسة، الولد فين تمشي وفين يوصل في القراية إلى آخره. جاي من المدرسة قلت لي كل، قال لي أنا كنت في الطريق، كنت في الطريق ما تلوزها شيء، كنت في الطريق إذا مع من؟ وأين؟ وفين مشى؟ وفين جا؟ هاش تحضروا، لكن ما غاتسولوش هذه الأسئلة هكذا، غير بلطف. على كل حال الموضوع هو طويل الميول، نرجعوا إليه إن شاء الله تبارك وتعالى في وقت لاحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم اجعلهم من الصالحين، واجعل بناتنا كذلك من الصالحات، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمورنا. اللهم يا فارق الحب والنوى، أعط كل واحد ما نوى وفوق ما نوى بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كل من سألنا الدعاء اللهم حقق رجاءه، اللهم حقق رجاءه واستجب دعاءه. كثير من الأخوات يسألوننا الدعاء والزوج صالح، اللهم ارزقهم وارزقهن زوجا صالحا يعينهن على أمر الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم